منورانا في 90 دقيقة، وهروح معاكي. يا أستاذ حسام أشكرك. كل سنة وانت طيبة أولا، و Thank you so much. هروح معاكي لسؤال مهم. يعني طبعا كل عالم بيقرأ سيناريوهات، ولغاية دلوقتي ما نقدرش نقول، يعني موقع أكسيوس قال انه كان في رد، وهو موقع استخبارات يعني، كان بيقول انه كان في رد إسرائيلي كان هيحدث يوم الاثنين وتراجعوا عنه في آخر لحظة. الحديث دلوقتي كما نفهم من التصريحات الأمريكية أنها غير راغبة في توسيع دائرة الصراع أو في توجيه ضربة تكون دافعة لانتقام إيراني. الترجيح ما بين أنه يعني يا نسكت يا يكون الرد رد مدروس. عايز أعرف حضرتك إيه اللي بيدور في واشنطن الآن فيما يتعلق بإمكانية توجيه ضربة إسرائيلية من عدم. يعني بالفعل هناك قلق أمريكي كبير من ضربة إسرائيلية توجه إلى إيران، وبالتالي تشعل المنطقة وتؤدي إلى توسع الصراع، مع تهديدات الإيرانية أنها سترد برد آخر حاسم على إسرائيل. وبالفعل كما ذكرت كان هناك اتجاهان داخل إسرائيل بعد ضربات ليلة السبت، أن يكون هناك اتجاه لرد سريع كان مفترض أن يكون يوم الاثنين، وتزعم هذا الطيار الوزير بيني جانس. لكن الضغط الأمريكي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أدى إلى تراجع فكرة الضربة الاستباقية أو الرد السريع الإسرائيلي ضد إيران، وأخذ الوقت والتمهل في دراسة الخيارات. كما ذكرت هناك خيارات كثيرة مطروحة على الطاولة، ما بين استهداف مباشر، استهداف للوكلاء، قرصنة سبرانية، استهداف لمواقع نووية إيرانية. لكن الفكرة الأساسية التي تصر عليها واشنطن الآن هو محاولة تحجيم الضربة الإسرائيلية، لأن الرد الإسرائيلي أنه لا بد من رد إسرائيلي حتمي، لأن قوة الردع هي جوهر وصميم العقيدة العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي لا بد من رد إسرائيلي ما. النقطة الآن هي أن الولايات المتحدة تحاول إثناء إسرائيل على رد يثير التوترات، وتحاول إغراء إسرائيل طارة بمساعدات عسكرية، وهناك بالفعل تشريعات داخل الكونغرس ستؤدي إلى فتح أبواب الأموال المتدفقة إلى إسرائيل، وما يتعلق بمساعدات إسرائيلية، مساعدات عسكرية أمريكية كثيرة إلى إسرائيل. ومن الجانب الآخر فرض عقوبات على إيران، وهي عقوبات متوقعة صباح غدا الخميس أو على يوم الجمعة على أكثر تقدير، وهذه العقوبات ستستهدف الحرس الثوري الإيراني. أستاذة هبة، في نقطة العقوبات، يعني هو أصلا في عقوبات مفروضة قد كده من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وتضاعفت كمان في عام 2021. إيه من الممكن أن تكون يعني ما يكون جديدا في العقوبات الأمريكية على إيران؟ ده سؤال مهم جدا أستاذ حسن، لأن بالفعل الولايات المتحدة على مدى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأيضا في عهد الرئيس جو بايدن، كانت هناك تحركات لفرض عقوبات كثيرة لم تؤتي ثمارها، لم تؤثر على إيران بشكل كبير، لأنها استطاعت المناورة وبيع النفط الإيراني لدول مثل الصين وروسيا، وبالتالي كان هناك تحايل على هذه العقوبات. لكن الفكرة التي تطرحها الولايات المتحدة الآن هو أن تكون عقوبات جماعية تؤدي إلى عزلة إيران بشكل كبير، وتفرض مزيد من الضغوط المالية على إيران من خلال مجموعة السبعة، من خلال الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة. يعني العقوبات السابقة كانت عقوبات أحادية أمريكية، وبالتالي إذا استطاعت الخزانة الأمريكية خلال ووزيرة الخزانة جانيت يالين خلال اجتماعات البنك الدولي والصندوق النقد الدولي الجارية الآن في واشنطن
إقناع وزراء المالية من دول العالم بالمشاركة في فرض عقوبات على إيران ربما تؤدي إلى بعض الضغط. لكن هل السؤال هنا، هل حتى ولو تمكنت الولايات المتحدة من حشد دول العالم لفرض هذه العقوبات، هل يثني ذلك إسرائيل عن توجيه ضربة؟ لا يبدو أن الأمر سيسير في عدم يعني سيسير نحو إقناع إسرائيل في عدم الرد، وإنما سيكون هناك نوعا من الرد البارد إلى حد ما، المحدود إلى حد ما، الذي لا يؤدي إلى سقوط خسائر بشرية. وربما هناك بعض التسريبات أن التفكير يسير نحو استهداف سبراني لبعض المواقع النووية الإيرانية، بما يؤدي إلى شلل هذه المواقع دون أن يحدث أي أضرار بالبنية التحتية المدنية، أو أن يحدث أضرار بأضرار أو خسائر بشرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة هبة القدسي على كل هذا التحليل، كنت معنا طبعا من واشنطن، شكرا جزيلا.